يعطيكم العافية شباب على هالموسيقات الجميلة اللي دائما تتحفونا فيها، إن شاء الله تكونون مستمتعين معنا مشاهدينا. طبعا باسمكم أرحب بالكابتن رابعة الطومي، أول حكم كويتي نسائي لمباريات كرة القدم. مساك الله بالخير رابعة وحياك الله. يعني شلون حكم ونسائي وكرة قدم؟ ما عندنا وايد سيدات بهالمجال صح؟ احنا اول شيء افتحوا المجال كان بال 2008 دشوا وايد بنات وكذي عشان ياخذون شهادات حق التدريس. يعني اغلب ابلات مدرسات، يعني مدرسات التربيه البدنيه كانوا راح يستفيدون من هالدورات. فانا سمعت عن الدوره ودخلتها كحبي حق كره القدم. حلو. وبعدها عاد استمرينا بهالشيء، وبال 2010 دشوا معي ثلاث بنات. يعني حاليا انتم اربعه؟ احنا اربعه. اربع محكمات كويتيات. انت امس حكمتي مباراه كانت للشباب صح؟ امس كان نهائي الكاس، كاس الاتحاد، وكنت انا حكم رابع في المباراه. حكمتي شباب؟ شباب. انا عشان يسمع سعود قبل شوي اللي مو كان مقتنع. لا انا عموما المباريات اللي قاعد احكمها اغلبها شباب. يعني مباريات البنات تقريبا يعني ما عندنا احنا وايد فرق نسائي. اساسا عندنا مباريات في دوري نسائي بالكويت؟ لا ما في دوري عندنا، بس ساعات الجامعه يسوون دوري، ساعات برمضان في ناس يسوون مثل شيء دورة رمضانية شيء حق البنات وشيء. حكمت السنة اللي طافت حق دورة بنات. تحكمين داخل الكويت ولا بعد برا الكويت؟ برا الكويت حكمت في الدوحة تقريبا لمدة ثلاث سنين متتالية، أنا أحكم لهم في دوري الجامعة عندهم. بس أعتقد أن هم نشيطين بمجال كرة القدم النسائية الدوحة. قطر وايد مهتمين من هالناحية، يعني عندهم الرياضة وايد مهمة. فالدوري اللي يسوونه وايد قوي، انا بعد استفيد منه، يعني الخبره والدراسه اللي قاعد ادرسها في الكويت وكذي قاعد اطبقها عمليا في الدوحه. حلو. فشيء وايد فادني. انزين والاعمار ايش كثر عندنا حق الفتيات اللي يلعبون؟ احنا عندنا من الابتدائي قاعد يلعبون، يعني في المدارس الحين عندنا في الابتدائي والمتوسط والثانوي قاعد يلعبون. ما حتى ما في دوري حق وزاره التربيه؟ دوري شيء رسمي لا، يعني ممكن قبل ثلاث اربع سنين تقريبا حكمت في محافظه مبارك الكبير حق مدارس. بس هذا الحكي يمكن من ثلاث اربع سنين تقريبا. بعدها يعني ما نشوف يعني في اهتمام حق كره القدم من ناحيه البنات. ايش معنى كره القدم؟ ما يمكن لاني احبها، احب اتابعها. واساسا يعني انا لي يعني قصه، يمكن اغلب الناس اللي متابعيني طبعا في سناب وفي انستغرام يدرون قصتي مع التحكيم. انا كان تقريبا كانت موضوع تحدي. انا في سنه من السنين يعني اصابتني حاله مرضيه، فما كنت اقدر امشي وصار عندي مرض في الاعصاب وكذي. فبعدها قررت ان انا اسوي شيء مميز. فلما فتحوا مجال التحكيم كما يقول ما راح تقدرين انت يلا تركضين. فحبيت ان انا ابين ان اي شيء ببال الشخص يقدر يسوي، يعني هذه قصه تحدي بيني وبين نفسي، فعشان كذا دشيت هالمجال. شنو اصعب مباراه يعني حكمتيها وللحين ما تنسينها؟ كانت اصعب مباراه مرت عليك وحكمتيها؟ شوفي انا في مباراه واحده حكمتها في قطر، بس لان كانوا يبون محترفين من برا البنات انا اقصد، فكنت انا حكم اول في النهائي والقبل نهائي. النوع من المباريات يعني تكون وايد صعبه، خاصه اذا كانوا محترفين اساسا يلعبون صح. فكانت من اكثر المباريات اللي ما انساها، يعني النهائي والقبل نهائي السنه طافت لجامعه قطر. انزين رابعه، يعني انت معناتها تحبين تشاهدين مباريات وايد. تستفيدين من المشاهده؟ يعني مثلا اذا تابعتي مباريات عالميه تستفيدين من طبعاً. المحكمين العالميين لما تتابعينهم؟ طبعا انا ساعات تصيدين اخطاء. لا شوفي انا اذا اطالع مباراه عاديه ممكن اطالع انه لا كان المفروض الحكم يسوي كذي، كان المفروض هذا. طبعا احنا حتى احنا قبل يعني قبل ادش مجال التحكيم احنا كمشاهدين وايد نسوي. ايوه ترضون. بس ساعات الحكم يكون شايف شيء ترى احنا من برا احنا ما نشوفه، يعني ممكن قراراته تكون غلط، احنا بروحنا نطالع لنا ها ليش ما شاف، ليش ما اعطى فاول، بس احنا في البيت قاعدين هو يمكن نظرته او الزاويه مالته غير، هو شايف شيء انا مو شايفته. حتى الحين في المباريات ساعات اكون قاعده على الطاوله اكون حكم رابع يصير خطا قدامي، انا اشوفه خطا لكن هو مو خطا لان زاويه الحكم كانت اوضح من زاويتي. لانه هو بالملعب وقدامه الحدث. فيمكن مباريات اتعلم منها، اي اطالع وايد، ادش على اليوتيوب ساعات اشوف مباريات العالميه حق كره الصالات انتبه. عندي يمكن اكثر من 12 شهاده او 13 شهاده كلها صقل صقل صقل، ساعات ادش حتى مع المستجدين عشان اسوي رفرش حق المعلومات. حلو. لان انا حابه شيء وايد. يعني لعبتي مباريات من قبل؟ لا انا كنت في ال 97 98 كنت لعبه تنس طاوله. ما لعبت. الحين قلت راح تقولي لي كنتي في كرة قدم يعني ولا؟ أنا أي لعبة جماعية ما أحبها. يعني أنا من الناس اللي أحب أخاف أتعور. أي لعبة جماعية ما تستهويني. أحب اللعب الفردي.
حلو. فكنت بطلة يعني الكويت تقريبا في 97 على مستوى المدارس، على مستوى المدارس تنس طاولة. وتحولتي بعد إصابتك بالمرض أن قررتي تصيرين حكم؟ أي. لأن ما أقدر ألعب. أي. وقتها مو عشان ألعب عشان أنا جسمة مريضة، لا بالعكس كانت تحكيم ترى يبي له لياقة أكثر من اللاعبة، لكن يمكن عشان عمري يعني. أي. يعني كنت وقتها توني داشة 30 تقريبا 31، فمستحيل أصير لاعبة يعني. فمجال التحكيم حسيته يناسبني كشخصيتي، هم صقل اساسا شخصيتي يعني. يمكن قبل اربط بين العاطفه والعقل وكذا، الحين لا افصل. خلينا نشوف يعني الفرق اللي تحبينها عندنا بالكويت. عرباويه قطريه؟ لا لا لا، بالكويت ما اشجع ولا نادي، اشجع منتخب. بس برا اشجع برشلونه. يمكن وايد ناس ما ادري في احد مو برشلوني يعني، ما ادري كلهم بس تشجعين الفايز علشان كذا تبين برشلونه. تدري ان انا قبل عندي انديه معينه اتابعها، بس الحين قبل الحين ما اقول ما تشوف، بس الحين ما اقول الحين لما صرت حكم، الحين لما صرت حكم لما اطالع هذا اشوف اللعب القوي كذي اتابع يعني، بس مجرد ان انا حابه الشيء مو عشان اشجع احد. بس يعني اميل حق برشلونه. وبرايك يعني شنو اقوى دوري بالعالم؟ دوري الاسباني طبعا. يعني انت اول ذا واي يعني برشلونيه. في ناس تقول الدوري الانجليزي، الالماني، الايطالي، بس ليش هني عندنا كلهم اسبان؟ شوف اقول شغله، انا الدوري اساسا هذا اللي الحين يتابعونه ما اتابعه وايد، مو نفس الصالات، لان انا حكم كره قدم صالات. فاتابع الصالات اكثر يعني، وايد تستهويني هاللعبه لان فيها سرعه، فيها تركيز. قانون اساسا كره قدم صالات وايد يختلف عن شو اللي يميزها، شنو اللي يختلف عن وايد غير يعني. الصالات سريعه، لعبه سريعه، يبي لها تركيز، يبي لها سرعه، يبي لها لياقه، وايد اشياء انا استفدت منها يعني. انا قاعد اقول لك كنت بحاله مرضيه ماني قادره يعني اطلع منها الا لما اشغل كل شيء، اشغل مخي، لياقتي، جسمي، عقلي، كل شيء. فاستهوتني الصالات اكثر وايد من مع ان اللي يشوف الصاله يقول يعني اصغر من الملعب، سرعه الحركه اللاعبين يعني ساعات تصير هجمه مني ساعات مني، والملعب صغير. فلازم تلحقين انت على اللاعبين، فتكون لياقه لازم تكون اكثر. طب ربعه قلتي ان سرعه الحركه وتستهويك هذه اللعبه اللي بالصالات، في مره مثلا حكمتي مباراه لكن بعدين رجعتي بينك ونفسك قلتي لا انا هني ما قصدت؟ لا شوفي، انا في قرار أنا كنت متعمدة أعطيه يعني حق هذا، هو كانت مباراة ودية بين فريقين، صار 1-0 حق أحد الفرق يعني، والوقت بيخلص، أنا ما أبي المباراة تنتهي على 1-0، أنا كنت أبيهم يتعادلون عشان نلعب إضافة. ليش؟ لأن كان جاي جمهور، هي المباراة ودية. شوفي قاعد تعطينا عقلية الحكام. لا لا لا. شوف ساعاتي يخليها لين 9 دقائق وقت. لا لا والله ما فيش دعوة. لا لا، هذه مباراة ودية أساسا وكانت في الجامعة، وأساسا هم مسوين المباراة يعني مثل استعراضية. فأنا لي الحق إن أنا هم أزيد يعني الأكشن في لو هم مسوين استعراض. حلو. فلما صارت النتيجة 1-0 قلت لا ان خلينا نطول شوي لين يصير لين يصير تعادل، اعطيت فاول اصلا حق الفريق الثاني. لا 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 عشان صار التعادل، بعدها لعبنا اضافي، اقول اضافي صار بلنتيات. بس انت قاعده تعترفين اعترافات صعبه، هذه لعبه استعراضيه وكانت خارج الكويت يعني. يعني برا المسؤوليه. برا المسؤوليه. بعدين انا قاعد اقول انه هي استعراضيه اساسا مو رسميه يعني، لو رسميه مستحيل راح افكر بهالطريقه. بس اساسا انا متفقه حتى مع اللجنه المنظمه انه يعني احنا قاعد نلعب نستانس، اذا انتهت المباراه 1-0 يعني خلصت ال10 دقائق ولا 10 دقائق، فليش خلينا ننطرهم لما يتعادلون، بعدها نلعب اضافي بالبلنتيات. عاد تدرين انت نفسك الحين بتطلع مباراه وتصير بلنتيات، تحسين بالاكشن اكثر. فهذا اللي كنت حابته، بس تبين زياده اكشن. انا اشوف ان الكل يتحمس بس من مباراه، اتوقع انت مع المنتخب. أكيد شكلك مثلي مع المنتخب. بس هذا ما طبقه بالمباريات الرسمية يعني عشان لا يطلعوني من الاتحاد. لا أكيد احنا متأكدين من هالشيء هذا. نبي منك كلمة حق أولياء الأمور يعني، وايد خصوصا الأبهات هم من عشاق كرة القدم لكن ما يأيد وايد أن بنت تدخل هالمجال هذا، فشو تقولين لهم؟ والله يمكن هذا يمكن 10 أو 20 مقابلة أنا اشجع يعني اولياء الامور وحتى البنات. ما في شيء اسمه لعبه صبيان لعبه بنات. كره القدم عادي كمان يلعبها، بعدين البنت دشت في كل المجالات، ما وقفت على كره القدم.
في ناس ممكن يخافون من الإصابة والأشياء وكذي، لكن لعب البنات غير لعب الصبيان، يعني الإصابات أقل، الاحتكاك أقل. وأنا صراحة ودي بنات يدشون معنا، إحنا في التحكيم عندنا وايد نقص في العنصر النسائي، يعني إحنا أربعة وقاعد ندير دوري كامل حق الشباب، ساعات قاعد ندير دورة رمضان في رمضان، إحنا أربعة يمكن واحدة فينا تعتذر ومتوهق. فيعني ودي صراحة أن أولياء الأمور يسمحون حق بناتهم أن يدشون مجال التحكيم كرة القدم، لأنه ما تختلف عن باقي الرياضات نفس الشيء. إحنا حيصير عندنا لاعبين وفرق ومنتخبات. لا إحنا عندنا لاعبين وعندنا فرق، بالعكس يعني قاعد يلعبون وقاعد يعطون نفسهم، بس ما عندنا تشجيع وما في دعم لا مادي ولا معنوي. إنزين، اللي عرفت إنه مؤخراً يعني زادوا لكم مكافآتكم؟ بصراحة أمس الاتحاد في بادرة وايد طيبة منهم، بعد انتهاء نهائي الكاس قدموا حق كل الحكام اللي شاركوا في النهائي مكافآت مادية. وهذه كانت أول، يعني هي أول مرة، بس كانت بادرة وايد طيبة كتشجيع للطاقم التحكيم، وعشان هم الباجي يتشجعون وكذي، وإنه يعطون أكثر عشان إن شاء الله يقدمون أحسن في الدوري الجاي. تحسين دائما الحكم مظلوم بالمباريات؟ ما أدري، أحس يعني دائما ينظلم يعني الحكم. أقول ساعات يكون ظالم، ما يصير أظلم ربعي يعني. لا، مظلوم مظلوم، يعني الكل ضده، الفريقين، أي واحد يخسر أو أي شيء أو أي قرار يأخذه دائما يطيح على رأسه هو ظالم، هو أكثر واحد ينطق، أكثر واحد يتهدد. تخيل نفسك لاعبة حلو وفريق قريب بيخسر، بتحطين حرتك بمنه؟ بالحكم. ساعات تسوين شيء يعني هو مو غلط، بس لازم تبي تحسبينه غلط، لأنه بيكون شيء صالحك، كل واحد يدور صالحه. فعشان شيء دائما الحكم مظلوم، بس هو لما بيعطي قرار ولا ما بيسوي شيء، يعني هو لا مع هالفريق ولا مع الفريق، يعني ترى الحكم يدش محايد، وهذا ترى وايد يتشككون فيه. انا ما راح اتكلم عن الحكام برا، انا اتكلم عن حكامنا احنا في الكويت، او اللي انا اشتغل معاهم، محايدين، ما عندهم فريق معين، وما قاعد، والاخطاء اللي قاعد يحسبونها. وبعدين وايد عندنا خاصه الحكام اللي في الصالات قله اللي يشتكون على اخطائهم التحكيميه. يعني ولما يجيبون حكم من برا تزعلين؟ لا، أنا اشتغلت مع حكم عراقي وحكم من السعودية، اشتغلت معهم في الدوري الصداقة المدرسية اللي صارت بالكويت، جو فرق من دول الخليج ومن العراق ومن اليمن ومن مصر ولعبوا في الكويت. وأنا كنت حكم أول، وكان حكم ثاني اسمه أتوقع حيدر من العراق، وكان في حكم سعودي اسمه منصور الشمري. بالعكس يعني لما يجيبون ناس من برا احنا نكتسب خبره. بس هم الحكام الرجال ما يرفضون وجودك؟ بالعكس، انا اتوقع انه ما يقدرون يكملون مباراه ولا لا بالعكس، شوف انا استانس معاهم، لان حتى لو ارتكب خطا الحكام يعني الرياي اللي معاي وكذي نبوني وايد، انا قاعد استفيد منهم صدق. يمكن في ناس دشوا عقبي، بس الجو اللي احنا مسويناه، جو الحب والحب الزماله واليمع اللي احنا فيها، والجروب احنا عندنا جروب حتى بالواتساب نشجع بعض، إذا في خطأ ننبه بعض حزة المباراة، حتى ترى أنت مساء ما شفت هالشيء، انتبه على هالنقطة. فيمكن هالشيء أنا مستفيدة منه، وهم حابين وجودنا يعني في التحكيم. إحنا حابين وجودك بعد ووجود زميلات اللي وياك، ونتمنى إن شاء الله العدد يكثر إن شاء الله في المستقبل. فخورين فيكم طبعاً. مشكورة أكيد. حياك الله. حياك الله بليالي الكويت. الله يسلمك. بعدنا مكملين فقراتنا مشاهدينا، ومع زميلنا عبد الله الطراح وضيفته مذيعة لجين. لكن بعد البريك